السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في قناة فان ديسكفري. النهاردة احنا في وولمارت عشان نصور حاجات الكريسماس والديكورات اللي بيعملوها بره البيت وجوه البيت، وتشوفوا الاسعار معانا. حاجات زي دي كلها اللي هي بتتنفخ بالهواء، شايفين اشكالها، الالوانات احلى حاجة فيها الالوانات. ماليش دعوة بقى كريسماس حلال ولا حرام، انا طبعا حرام، بس انا بصور الالوان والحاجات الجميلة اللي بيعملوها، وعشان تعرفوا برضو هنا هما بيعملوا ايه او الديكورات والحاجات اللي بيحطوها. بص الاشكال، كلهم بيبقوا موجودين في علب زي دي كده، اهو الشكل من بره، بتتنفخ طبعا وتتحط قدام البيت زي دي كده. في حاجات عاملة زي دي كده برضه بتتحط ممكن في المدخل بتاع البيت. دي عاملة كام؟ دي ب$30. بص اشكالها، هاي السعر موجود فوقها. في اللي هو الطوق برضه اللي بيتحط على الباب، كل واحدة مكتوب عليها السعر بتاعها، ب15، اهي دي ب27. الاشكال بتاعتها اهو، في حاجة نازل منها الرجلين بتاعت سانتا. بص الشكل ده، بص برضو في حاجات فوق، دي حاجات بتنور بقى، يعني هي زي تماثيل كده او مجسم، وجواه انوار خفيفة صغنطوطة كده بتنورها. بص فوق كلها اشكال جميلة، وتحت كله دي برضك فيونكات، دي الشرايط اللي بيتعمل بيها الفيونكات، الشريط ب$2 أو $3. في أشكال وألوان منه، في حاجات طويلة زي دي ب$8 أو $9. بصوا دي على شكل حبة التلج، شايفين الأشكال؟ في حاجة زي دي برضه كده بتبقى واقفة زي شجرة بس على اسقنطوط، دي ب35، منها الشكلين دول. في دي خشب مكتوب عليها برضه الكلام ويلكم، بتعلق قدام الباب برضه، اهو الاشكال بتاعتها هنا اهي، دي ب30. شوفوا ده اللي اسمه جرينش، في كرتون اسمه جرينش، ده بيكره الشتاء، بيكره كريسمس. ده كرتون حلو العيال يتفرجوا عليه. هنا الكور، بصوا دي كلها الكور اللي بتتعلق على الشجرة، دي كلها ب30، فيها 70 واحدة. أشكال والوان منها، هي على شكل شجرة. في حاجات هنا برضو، دي تماثيل بقى او مجسمات كده، دي ب20. انا عاجبني فستانها، فيها بعض لمبة من هنا بينوروا. بصوا العربية دي، دي ب20، دي عشان يعدوا فاضل كام يوم على اليوم بتاع الكريسماس، بتشيل وتحط الارقام. دي حاجات صغيره ب$3 يتعلقوا، او مش يتعلقوا، يتحطوا جوه الفازات وحاجات زي هنا كده، ده ب$4، دي ب7. ده كأنه متعلق، لما بيطلع يحط لهم الهديه في من التشمني من فوق من المدخنة، ده ب20. كله كريسماس، المحل قلب بتاع كريسماس مش بتاع حاجات للبيت. بصوا العصيان دي بكام؟ ب$5. في حاجات هنا برضه، دي النجمة بقى اللي بتحط فوق خالص، ب15. كل دي زينة.
شوفوا هنا كمان عاملين المدخل ده كله عشان برضو كل حاجات الكريسماس، يعني غير اللي موجود ده كله حوالينا ده، عاملين المدخل ده كمان للكريسماس. هندخل ونشوف فيه ايه. زي ما انتوا شايفين اول ما دخلنا في الشجرة دي برضو كده بتتنفخ، في هنا ده كمان، وكلها بقى هنا كمان العاب وحاجات اللي بيدوها للعيال هدايا. بصوا دي مش عارفه ايه دي، اللي بتتحط في البانيو اللي هي الباث بام، ريحتها طالعه واو. $3 هنا، توك، شامبوهات، حاجات للمانيكير والحاجه دي. دي اولا دول بس، ده ايه ده بقى؟ بودي ووش $5، كل الحاجات دي برضو ب25. حاجات لفات الهدايا دي ب5، دي الحاجات برضو كانت بتتحط فوق على الهدايا، كروت، كل الحاجات بقى ده هي الكروت برضو بتاعت المعايدة، شوفوا أشكالها $2. في أشكال تانية هنا، يبين الواحدة فيها، لا هي الواحدة ب$5 دي. دي علب الشوكولاتات، علبة الشوكولاتات دي ب10، فيها كيلو ميرسي، دي بكام دي؟ دي ب11، في أنواع زي دي ب6، دي اللي هو فروشي دي ب5، علبة صغنطوطة دي، برضه كله مد اللي بتعلق، ودي بتعمل أشكال زي كده أهو، الأنوار بتطلع على هيئة الأشكال دي. هي دي العيال بيفرحوا بيها صراحة، حتى لو في البيت كده بتعمل أشكال في الحيطة جميلة. دي كلها اللمبة الصغيرة الليد ديت، دي حاجات اللي هي بيبقى فيها دي ب10، اللمبات برضو. هنا برضك ألعاب الشخصيات كلها برضك بتاعت الكرتون، عسل، دي عسل شوف انت كمان بتعمل ايه كان؟ مشكل كلها بتاعت الألعاب. ده ورد برضو طبعا صناعي، بيحطوا عليه برضو كل حاجات الاكسسوري دي. هنا الشجر بس محطوط في كراتين، ولا اللومات بتاع الشجر مش عارفه ايه في الكراتين ده بصراحه. كل الحاجات دي عشان الكريسماس. دي برضو هدوم عشان الكريسماس الشكل ده هوت. دي بكام؟ ب17. في حاجة زي الجزم دي كمان، شايفين شكلها؟ مش عارفة دي تتلبس، هما بيبيعوها برضك عشان الكريسماس. في حاجة زي دي، في ده كمان اللي هو بتاع البيت اللي بيدفي ده، بس على هيئة الوش بتاع بابا نويل، ب25. وكده يبقى خلصنا الجزء بتاع الكريسماس او الفيديو بتاع النهاردة للديكورات بتاعة الكريسماس في فولمارت. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.